صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا مصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عملت كليب واحد اتعرض مره واتشال. شال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. أنا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة، فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز أقابله ضروري. خير يا فندم. في أوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافة محتوياته. ليه يا فندم؟ أكيد في حاجة غلط. أكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق أوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانة هنا إمبارح. أنا في إيه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه؟ ايه؟ مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش يا شيخ. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين؟ ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شوية، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجيسترينج هذا. جسترينج جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاعها في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البنك سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان، بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونه 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لا، لكن الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم. إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعه مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا، اصل النهارده اصل نص يوم، بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا، ايوه اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي؟ شوف النار، كمان شوية نار حلوين. ايوه، بس 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 كويس قوي يا حلمي. كام حديدة كده بالنار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلولة، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت السادة المحترمين عشان الأولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. ده بقى يا باشا، ده صلب من أفخر أنواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا، مصوراتي بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه، دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه، بس الدخان كله سحب. يا حلمي. امري فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد، مليانه كيوي. مليانه كيوي، تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجي صور يا فندم. تجي صور بسرعه. اولاد مين؟ اولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوافره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بطلع لك معزه صغيره، ها؟ تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها؟ اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت حتت، بس حتت تكون كويسه، وتوديها للبشوات في البيت.
يلا نطلع هو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ اقول لك انت مين؟ انت كده في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك. يعني انت كبير بتاع يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا، ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب 60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟